اسمي جوال، عندي 9 سنين. أنا وماما وبابا كنا دايماً بنقرأ في الكتاب المقدس ونصلي. رحت مؤتمر كان بيتكلم عن الرب صالح في وقت الخوف والفرح والقلق. أنا قعدت أصلي وحاسة إن الرب جنبي، وكنت قاعدة بقول له على كل اللي مضايقني واللي مفرحني، وأنا كنت حاسة إن هو سامعني كويس. أنا حسيت إن هو صاحبي وبيخليني أعرف أعمل كل حاجة حتى لو ما كنتش بعرف أعملها. صغيرة حصلت لي مشكلة في الكلى، أنا كان المفروض أروح أغسل 3 مرات في الأسبوع علشان أبقى كويسة. كان مرة ما ينفعش ماما وبابا يخشوا معايا، فأنا دخلت ما كنتش خايفة، وأنا طلعت من المستشفى برنم ترنيمة يا رب أشكرك، يا رب أشكرك، دايما مهتم بيا حتى وانا نعسان. بعد فتره كان لازم اعمل عمليه زرع، وبعد لما خلصت العمليه بشهر واحد قامت الثوره، وحسيت ان ربنا خلاني اعمل العمليه في الوقت ده واخلصها قبل ما الثوره تقوم. بعد العملية كنت باخد دواء عشان القلب يبقى كويس، ومرة الدكتور كان بيكشف عليا لأن أنا مش لازم أخد الدواء ده، رغم إن هو قايل كان المفروض نمشي على الدواء ده لمدة سنة. وأنا حسيت في ساعتها إن ربنا وقف جنبي وخلاني ماخدش الدواء ده تاني. مش زعلانة من ربنا لأن هو كان عايزني أبقى كويسة، ما يبقاش فيا حاجة وحشة. ولو أنت حسيت أن أنت متضايق، خليك واثق فيك، هو اللي هيقومك وهيخليك كويس، هيخليك كويس. وأنا قبل ما أنام بحب أقعد أصلي وأقرأ في الكتاب المقدس وأحكي مع ربنا إيه اللي مضايقني وإيه اللي مفرحني. ربنا اداني موهبة ان انا بعرف ارنم من وانا صغيرة. ماما كانت بتقولي من وانا عندي سنة كنت بسمع الترنيمة، بعرف اقول اللحن بتاعها. لما كبرت شوية وبقيت بعرف اتكلم كنت بحفظ الترانيم واقولها على طول. لما كبرت أكتر كنت بسجل ترانيم في الاستوديو. كلامك هو سيف الروح، كلامك هو ترسي. ولما كبرت أكتر كنت بروح خدمات كتيرة وحفلات، وكنت بقول عن ربنا ازاي حلو وبيساعد الناس في وقت الفرح والحزن، وكنت بشجع الناس كمان ان هم يصلوا لبلدنا مصر. بلادي بلادي.